أكيد أن الصحافة الوطنية لعبت دورا هاما ومميزا في هذه الانتخابات المسبقة. كيف ترون دور الصحافة الوطنية أقول في إيصال الرسالة الحقيقية لكل برامج المترشحين الثلاث؟ شكرا. يعني في الحقيقة يعني لو كان نتكلم على الصحافة الوطنية سواء كانت الصحافة العمومية أو الخاصة، يعني هي في نفس الإطار هي كانت تعمل على هدف واحد، وهو العمل على إيصال الصورة الحقيقية للجزائر، سواء فيما يخص بداية الحملة الانتخابية اللي دامت 20 يوم، أو ما بعد الحملة الانتخابية اللي شفنا يعني 3 أيام قبل عملية الاقتراع وما يسمى بالصمت الانتخابي. لاحظنا جليا أن وسائل الإعلام كانت تحاول دائما أن تنقل الصورة الحقيقية لكل مترشح دون الانحياز لطرف على حساب الآخر.